السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم؟ الاسم ها اسم ما في اسم. ما سموك؟ لا يا حبيبي أنا سادة يعني ألقب بشايب الدين ولد الشريعة الحمد لله. عارف ايش ماسكينك الدورية؟ الحقيقة أول بسم الله والصلاة والسلام أنا سعيد بالاستهبال. لا مو باستهبال هو. سألتك سؤال ليش ماسكينك الدورية؟ ما أدري يقولون أنت قاعد تمشي في الشارع واجد كذا قلت أنا توني أول مرة. الأغراض اللي ورا الأغراض اللي ورا هذه لمن؟ وأي أغراض؟ هذا اللي ورا المرتبة؟ هذه أغراض منزلية يعني أسر منتجة وكذا. كذب العسكري. لا بج حكومة تهية يستريحون. شراب هذا من يستخدم؟ نسقي فيه الزرع ما عاد يستخدم. ايش فيك يا اخوان موية؟ تأكد انه موية؟ ايه يا اخي انت شكاك مره ترى يا الحبيب. وضعك انت مو طبيعي. لا طبيعي بس انت من نادي اخوياك يصورون كذا الوضع فزعه ولا كيف؟ انتك ريحتك مشفط غرة انت؟ مشفط ايش؟ غرة. ليش فرشه؟ ايش غرة؟ ما نبغى شفط ولا اي شيء، شفط انت صح. خويك ليش نايم معك في السياره؟ مسافر هو كان عنده دوام بكره ويبغى يريح. ليش؟ خليه يرتاح ابسط. ليش مظلل السياره؟ هذه طال عمرك التظليله ذي من الوكاله تظليله يعني بالليل تصير ليليه والنهار تصير شمسيه والقزازه الاماميه وصاحب ساعه وصاحب جنب. من المؤسف انا ما نجده عند بعض الشباب مثل هذه الاغراض او المواد مثل السلاح والمواد المسكره وايضا المخدرات هي بالتاكيد تدمر شباب قد يصنعون للوطن انجازات. نتمنى من اولياء الامور الانتباه على ابنائهم وخصوصا في فتره الاختبارات. كان معكم محمد القفيط.